البعض يعتبره أسطورة في التصوير، إنه المصور الراحل فاروق إبراهيم الذي التقط بعدسته أهم أحداث مصر على مدار 60 سنة، وانفرد بلقطات للنجوم والمشاهير في حياتهم اليومية. كل صورة هنا وراءها حكاية لا تنسى حكاها فاروق إبراهيم لأولاده. هو ابتدى فكرة مصاحبة الفنانين بعبد الحليم حافظ، ده كان أول حد يصاحبه، ده كان فكر من عبد الحليم وتقدم جدا من دماغ عبد الحليم حافظ الفنان العظيم. كل صورة صوره فاروق إبراهيم وراها حكاية طويلة جدا، يعني لو بصينا على الصورة دي، الصورة دي خدت 6 شهور محاولة إقناع بس لنجيب محفوظ علشان يرضى يتصور. شيرين رضا لها صورة من رضا وهي صغيرة، كانت بتروح التدريبات بتاعت فرقة رضا وكانت مهتمة جدا وكانت بتركز من وهي صغيرة، هي وهي اللي مشاركة معاهم على طول، بنروح ومشاركة معاهم. ده هي الصغنونة دي اللي على الطبلة؟ الصغنونة دي لا. ربطته صداقة بمعظم نجوم ومشاهير مصر في النصف الثاني من القرن العشرين، دخل بيوتهم وشاركهم أهم أحداث حياتهم. كان ساعتها المصور الخاص لأم كلثوم كان مصاحبة في كل السفريات، ابتدت بصورة في اسكندرية صورها لها، عجبتها جدا جدا، فقالت أنا خلاص أنا عايزاه وعايزاه يبقى المصور بتاعي. أول ما شافته قالت له أنا عايز الصور التقليدية، مستوى الفنان ما ياكلش ما يشربش ما تظهرش أي جانب. قال لها سيبي بس أنت نفسك ليا، قالت له لا لو كده يبقى مش هنصور. أول ما ابتدى يصور الجانب الشخصي والضحك ولقيت الإقبال على الصور، إن هي ابتدى يبقى ليها جمهور من الشباب أكتر، ابتدى سابت له بقى المجال كله. وهنا عبد الحليم نايم في بيته عادي، ده كده راجع من الحفلة خلاص، خلص. دي من كتر النومة دي، عبد الحليم كان يرجع هو النومة دي اللي ينامها. عبد الحليم كان بيخاف جدا ينام بالليل، فيفضل قاعد على السرير كده مستلقي يريح لحد ما النور يطلع، الناس تصحى في البيت ساعتها يبتدي ينام. أرشيف النادر لفاروق إبراهيم يعرض هنا لأول مرة للجمهور ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للصورة أو كايرو فوتو ويك. إحنا السنة دي هدفنا إن إحنا نرجع بالشباب، إن هم يرجعوا يشوفوا أصل الحرفة هنا في مصر كانت عاملة إزاي. وفاروق إبراهيم ما هوش مدرسة محلية بس، هو فعليا هو مدرسة دولية، يعني مفروض بيدرس في الجامعات بره. الصورة دي جزء من يوم من حياة الرئيس، دي كانت فكرة الرئيس السادات، كان عايز يجيب مصور من برة علشان يعملها، فوالدي راح بعت له جواب قال له جربنا الأول لو ما نفعناش يبقى هات الأجانب. فرئيس السادات كان ذكي جدا أنه هو عمل يوم كامل بكل الجوانب، من أول ما بيصحى بيعمل إيه مدار اليوم. ويعتقد نجله أن أهم ما ميز والده هو الفضول والشغف لالتقاط الصورة.